سورة البقرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأحاديث فيها كثيرة جدا، منها أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسورة البقرة، يعني اقرأوها كثير، فإن أخذها باركة، يعني لما تقرأ سورة البركة ربنا يبارك، البقرة ربنا يبارك لك في صحتك وفي أولادك وفي بيت. والبركة كلمتين، الاستقرار والاستمرار، أدي تعريف البركة. لما حد يقولك يعني إيه بركة؟ استقرار يعني ربنا يبارك لك في أولادك يبقوا مستقرين حواليك ما يفرقكمش، وربنا يبارك لك في أولادك يبقوا مستمرين محدش منهم يموت، ربنا يبارك لك في صحتك تبقى مستقرة عندك وتزيد. فأحلى تعريف للبركة الكلمتين دول، البركة الاستقرار والاستمرار، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، يعني ليترك سورة البقرة يتحسر ويندم. ولا تستطيعها البطلة، يعني سورة البقرة حصن حصين من الحسد ومن السحر. كمان يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بس أنا عندي سؤال، لاحظت أن ربنا هنا قال يوم يفر الإيه؟ المرء ولا المؤمن؟ قال المرء، يبقى معنى ذلك ممكن المؤمن لا يفر. والقرآن دقيق قوي، بدليل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب يوم القيامة مقطوع إلا نسبي وصهري. الله، يعني في ناس مش هتفر هي. يبقى ممكن الإنسان فينا بصلاحه وصلاح أبوه ما يفرش من أبيه. طيب هافترض أنه فر والإنسان لقي نفسه لوحده، فجأة يلاقي جنبه بودي جارد كده عظيم قوي يقول له ما تخافش، ما تخافش خالص، أأمن خالص، أنا معاك، لما أقف بين يدي الله وأشفع لك عند ربنا ودخلك الجنة. يقول له أنت مين؟ يقول له أنا سورة البقرة. في حر حواليا تلاقي سورة البقرة عملت مظلة فوقيه، تخيل تظلله كده كأنها إيه، بتدافع عنه وتظله لحد ما تدخله الجنة. فعليكم بسورة البقرة، نقدر نقراها كل يوم عظمة، ما قدرناش يبقى كل أسبوع، ولازم نحصن بيها بيوتنا واحذروا من تركها.